لو سمحت مسيو، ده شارع أجل. 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 لا لا ده مش شارع أجل، لا حاول مرة تانية. ده شارع بجع. لا 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 مش شارع بجع، بص هو ده شارع عجب. أيوة أيوة بالظبط بالظبط مسيو، هو شارع عجب. حضرتك يعني بتدور على عجب معين؟ لا لا يا فندم، أنا بصراحة أنا بدور على نوسة وبيسة، بقالي يومين مش لاقيهم، تاهوا مني مش عارف راحوا. معلش طب يا أستاذ، إن شاء الله هتلاقيهم، إن شاء الله هتلاقيهم. أنا خايف بس ليكونوا دلوقتي زمانهم خايفين، جعانين، عطشانين، بردانين. ما تعيطش بقى يا أستاذ، أنت أنا قلبي بيتقطع عليك، ما تعيطش. هما دلوقتي إن شاء الله ربنا هيدلك عليهم. إن شاء الله إن شاء الله. بناتك تاهوا هنا يعني في الشارع عندنا؟ لا مسيا، نوسة وبيسة دول مش بناتي، دول حياتي، دول كل حكاياتي. حكاياتك تاهوا هنا في الشارع؟ يا ماما يا أما يا ماتي، دول قططي، اصحابي، حبايبي. انت انا ما اقدرش اعيش من غيرهم. انت لخبطتني دلوقتي، هم حكايات ولا اصحاب ولا قطط؟ دول قططي، قططي حبايبي، قططك. قططي انا مربيهم من ايام ما كانوا لسه بيقولوا مياو. ايه ده وكبروا بقى بيقولوا ايه؟ مياو. ده الزمن ما اثرش فيهم. يبقى اكيد القطه اللي احنا لقيناها تبقى واحده منهم يا عم عجب. بجد؟ مظبوط. اتمنى اتمنى، انا لقيت بنت اسمه ميما. لا حاول مره تانية. ميو ميو. قصدك ميمو. ميمو. ايوه ايوه هي ميمو، هي ميمو كانت منزله على الصفحه بتاعها انها لقت نوسه، زورت نوسه لقيتها هي. انا جيت، يا ريت حد يدلني عليها يا جماعه، انا مستعد اكتب لها شيك بنص مليون جنيه والنص التاني اللي يلاقي بيسا. ثانيه واحده ثانيه واحده، اهي القطه اهي. نص مليون جنيه بقى عشان خاطر القطه. نوسه، اي ميس يو بيبي، اي ميس يو. دي نوسه ولا بيسا؟ يا نوسه نوسه، بيسا ولا لسه تايه؟ ركز بقى معايا شويه. يا ايه ده، هي متعوره يعني تعويره خفيفه كده، بس احنا كنا لسه هنوديها للدكتور. انا متشكر جدا يا جماعه، ثانك يو ثانك يو فيري ماتش. بس هي صراحه يا ريت تلغوا ميعاد الدكتور ده، لانها متعوده على دكتور معين بتروح له من ايام زمان، من ايام ما كانت لسه صغيره. ما لقيتوش بيسا معاها؟ لا الصراحه دي القطه الوحيده اللي احنا لقيناها. انا مش لو لقينا قطه تانية هنبقى نكلمك. انا مش لقينا رقمك يا استاذ. حاضر حاضر، انا اديكوا الكارت بتاعي واديكوا كمان. اتفضل، ده الكارت بتاعي، اتفضل. يا ريت لو لقيتوا بيسا تكلموني، وده الشيك هكتبه لكم حالا بنص مليون جنيه. ما ينفعش يبقى كاش؟ لا لا يا فندم، انا كل فلوسي في البنوك وهكذا حسابات، انا ما بشيلش فلوس في جيبي انت عارف. انا هكتب لكم الشيك، اكتبه باسم مين؟ اكتبه باسم نودة عشان هو اللي لقاها. انت رايحه فين؟ رايحه فين؟ خشي جوه، خشي جوه تاني، خشي جوه، مش وقته، خشي. بالراحه على القطه. دير بالك. ايه ده، انتي رايحة؟ خشي 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 خشي. هي مبسوطة انها شافتك. هي متورة متورة. الراجل ده بيعملها كده ليه يا شكل؟ متورة. الراجل ده هو فيه ايه؟ ايه ده فيه ايه؟ طيب خلاص مش مشكلة، هو برضو مش مشكلة، حركة صاحبها وقطرة بيها. ساعديني ساعديني يا بنتي، هو الصندوق عشان قديم كان عند عم شكل فبيتفتح كده على طول. ده الصندوق ده قديم، ده انا عموما حاولوا تتصرفوا معاه وانا اكتب لكم الشيك اهو. ماشي. ويا ريت بس اول ما تلاقوا بيسا تكلموني على طول، انا مش عارف اشكركم ازاي يا جماعة. مياو. انا مش عارف اشكركم ازاي. خد اتفضل اتفضل الشيك، اتفضل. ايه ده؟ ده شيك ايه ده؟ ده مش مكتوب نص مليون، ده مكتوب 500,000. ايوه ما هو نص مليون يعني 600,000. ايه ده، هو غلي النص مليون دلوقتي؟ بقول لحضرتك دلوقتي عايز حاجه تاني يا ابني. انا عايز سلامتكم، انا مش عارف اشكركم ازاي بصراحه، بس يا ريت اول بس ما تلاقوا. ايه ده ايه ده؟ مياو. ايه ده، انتوا سامعين؟ ده صوت بيسا،
انتوا سمعتوا اللي انا سمعته؟ سمعتها. ايه ده؟ اللي لاقيها ليه نص مليون صح؟ ايوه. يا ترى انت فين يا بيسا؟ ردي على بابي يا حبيبتي. دوري كويس يا ميمو، يلا هنلاقيها ان شاء الله. يلا بقى ردي على باباكي، بس انا عمال ادور على الصوت ده جنبي. ردي على بابي يا حبيبتي. ايوه احنا اهو بنساعدك اهو بقى، عشان الرفق بالحيوان مش عشان الفلوس خالص. هم نص مليون طبعا. 500,000 طبعا. انتوا ناس محترمين طبعا. مسيو. ايوه I think ان الصوت جاي من ورا الباب ده يا مسيو. باب الكنز؟ اه معقولة؟ بس الباب ده مقفول من زمان، القطة هتدخل ازاي؟ اصلها لقبية شويتين، ممكن تكون نطت وفتت وزتت ودخلت اتهبست جوه مش عارف يخرج. بليز مسيو ممكن تفتح الباب ده؟ سودان ولا بليز؟ بليز عمالة تندى. تعال يا ميمو، تعالي خدي المفتاح وافتح الباب للقطة. بتقولي بابي انا ورا البابي، تعال الهقني. مياو. قالت لك بابي انا ورا البابي. المفتاح وقع مني غصب عني. خليه انا اجيبه. انا ايه ده؟ الراجل ده شعره وقع من كتر الزعل. دي باروكا. باروكا دي ولا ايه؟ انتوا عارفين مين ده؟ مين؟ كأنه المفتاح يا ميمو. يا جماعه بس انا هفهمكم، انا بصراحه عامل صوت القطه يعني على التليفون عشان بحبها قوي، وبعدين تلاقيني انا واقف مع الناس كده احب اغير شكلي، يعني ارفع ايدك انا اوريك، يعني مثلا تلاقيني عملت ازاي؟ عملت كده مثلا خلاص؟ بعدين رحت حاطط دي كده. ايوه خلاص؟ وبعدين ايه ده؟ ايه في ايه؟ القطه دي خرجت امتى؟ في قطه تانية. اجري يا نجم. امسك حرامي. الحمد لله انا خدت الشيكه بنص مليون وهصرف بقى ال 500,000. يا فالح، تفتكر يعني الشيك هيبقى مظبوط؟ امال ايه، دول 500,000. وريني كده الشيك. تعالى اهو خد يا عم عجب. وروني. ده مش ماضي عليه حتى، ده شيك بايظ. ما هو مش ماضي عشان مأمني يا عم عجب. مأمنك؟ طب خد الشيك بقى العب بيه، اعمله بقى طياره ورق. ايه ماشي، هبقى العب بيه بقى طياره بقى. شفت يا ميمو، نكش جه تاني. احنا مش هنخلص من نكش ده ابدا. تفتكري هنخلص منه يا ميمو؟ اكيد طبعا، ده كل مره يتنكر عشان ما نعرفوش. بس الحمد لله علشان نيتنا صافيه، ربنا بيسترها معانا. الحمد لله. الحمد لله. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.